أشهد أن لا إله إلا الله، كونوا ربانيين. إذا أردت السير إلى الله، سير رجل يريد أن يصل إلى الله، فلا بد أن تعرف الله، ومعرفتك لله قد تستغرق العمر كله ولا تبلغ. فلذلك خذ نفسك على مهلة، ابدأ اعرف ربنا. للأسف الشديد أن أكثرنا لا يعرف الله كما ينبغي. لذلك لما قلت هات لي 100 آية بتتكلم عن ربنا وعشرين حديث بيتكلموا عن ربنا، لقيت الأجوبة مؤسفة. مش دي أجوبة واحد يعرف ربنا. اللي يعرف ربنا وهو بيقرأ في القرآن كده في آيات بتشعشع في دماغه، الله ما سمعتهاش من في الزمن ده للأسف الشديد لفساد الأذواق. الذوق ده موهبة ربنا بيعطيها لمن شاء. فبداية معرفتك الله أن تسأل الله، أنك تقول له يا رب أنا جاهل لا أدري، علمني، فهمني، دلني. والقضية يا إخوة ليست في مجرد الدعاء، وإنما أن يرى الله من قلبك تحرقا، أن يرى الله تحرق قلبك لأن تعرف فيعرف. الغلام غلام أصحاب الأخدود لما رأى الدابة فقال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الراهب أم أمر الساحر. كان جوه قلبه إيه؟ يتحرك نفسه يعرف. فلما ربنا رأى منه كده عرفه يمشي ازاي ويروح فين. فلذلك البداية أن يحصل في قلبك هذا. يا أخي عايز أقول لك ببساطة ومن غير ما تزعل مني، إن أنت بتلعب، اللي أنت فيه ده تهريج. أنت ملتحي وبتروح تصلي زي الناس ما بتصلي. أما مسألة الدرجة اللي فوق دي، إنك تعرف ربنا، مش ده حل واحد عايز يعرف ربنا. اللي عايز يعرف ربنا محتاج يعرف ربنا يريد نورا يمشي به، ده ما يبقاش حاله كده نهائي، وإنما حاله حال المخبت المنكسر المقر بجهله المعترف بضلاله الراغب فيما عند ربه المتبرئ من حوله وقوته حسن الظن بالله. هذه نقطة البداية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.